وادي أحنصار وزاوية أحنصار. مرحبا بكم في هذا العالم الفريد في عمق الأطلس الكبير الأوسط. عالم ممتع ورائع في زاوية أحنصار. المشاهد تشكل متعة للنظر. إغرم أو قصبة قديمة تدار هناك، حديقة رائعة، وأيضا الجبال التي تطل على زاوية أحنصار. المنازل هنا على سفح الجبل، كلها مبنية بالحجر، والمشهد فعلا ممتع. إذن مرحبا بكم أيها المشاهدين الكرام في زاوية أحنصار. نحن نطل على مشاهد رائعة في هذه الزاوية التي يعبرها وادي أحنصار، والتي تشكل موقعا سياحيا وتراثيا وثقافيا رائعا في جيوبارك مكو. وادي أحنصار الذي يعبر جماعة زاوية أحنصار، وعلى ضفاف الوادي هذه المشاهد الرائعة، دائما الخضرة والأشجار المثمرة خاصة الجوز. منطقة زاوية أحنصار منطقة ذات جذب سياحي متميز. البناية في الأسفل هي منابع وادي أحنصار، والوادي القادم من طغيا هنا في الأمام. دوار أقديم غير بعيد عن جماعة زاوية أحنصار، ويتميز ببنايات هنا بالحجر، وأيضا قصبات تميز المعمار الأمازيغي في هذه المنطقة الجميلة. دوار إيمينت غانيمين في الطريق إلى طغيا، وهي تظهر الآن هنا. البنايات لاحظوا متماسكة، السكان لا زالوا يجسدون ذلك التماسك الاجتماعي في هذه المناطق الجبلية الأطلس الكبير الأوسط. نحن في الطريق إلى طغيا مشاهدي الكرام وسط هذه الجبال الشامخة، ويمر الوادي وادي طغيا من الأسفل، ويسمع خرير الوادي من هذا المكان. وهي الطريق غير المعبدة، وتستمر جولتنا نحو طغيا، ذلك الجبل الذي يظهر في الأمام هناك. والوادي وادي طغيا بصبيب مرتفع ولله الحمد، والمشي على الأرجل روندوني للوصول إلى هذا الدوار الرائع. مجهود كبير ولكن تعب جميل في هذه الطريق الرائعة إلى دوار طغيا. ونحن الآن نجتهد للوصول في أقرب وقت إلى هذا الدوار. نحن أكثر اشتياقا لاستمتاع بالمشاهد، قد لا ينتهي التصوير في هذه الطريق، لأن المشاهد فعلا ممتعة على وادي طغيا، وحوله مساحات شاسعة مخضرة، وأراضي أيضا مكسوة بالغابة وأشجار مثمرة ولله الحمد، منطقة ولا أروع. هذه طغيا وجبالها تحاصرنا من كل مكان. هنا تقام عدة رياضات جبلية، منها الصعود إلى القمم وتسلق الجبال، وأيضا رياضة المشي على ضفاف وادي طغيا.